الأشواق والندى من ربه مكرم تكريما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مؤسسة الإمام السجاد الخيرية لتزويج الشباب ورعاية الأيتام في محافظة كربلاء المقدسة إحدى منظمات المجتمع المدني. مؤسستنا قامت في هذا اليوم الأغر هو مولد الزهراء. نهني الأمة الإسلامية والعلماء الإعلام والكسبة والتجار بهذه المناسبة العظيمة. قامت المؤسسة بتزويج 120 شابا في كربلاء وضواحيها، وهذا الاحتفال 39 في المؤسسة منذ افتتاحها، ولحد الآن بلغ عدد المتزوجين في المؤسسة التي ساعدتهم المؤسسة 6175 شابا، والحمد لله رب العالمين. مؤسستنا أدخلت السرور على 12350 شاب وشابة، هذا فضل من الله. المؤسسة عندها معمل ضخم للنجارة، عندنا غرف نوم درجة أولى، غرف النوم تتكون من 5 أبواب وملحقاتها. الغرفة بالسوق مليونين دينار، احنا نبيعها للسيد ب500 وللعام ب750، وياخذ ويا 25 مادة أساسية، هاي شفتوها قدامكم بالمؤسسة. فالحمد لله رب العالمين. لكن شنو شرطنا ويا نزل الصحن مال حسين امتحنا بالصلاة، إذا ما يعرف صلاة نعلمه، وإذا يعرف بفضل من الله. احنا منظمات المجتمع المدني لازم نسابق العمل الخير، نسابق للأجود للأحسن. وإحنا من المؤسسة عندنا أيتام، عندنا تقريبا ما يعادل 320 يتيم، أي 185 عائلة. احنا شعارنا خدمة الأيتام بصورة خاصة وعامة. شلون بصورة خاصة وعامة؟ يعني الأم الأيتام تيجي تستلم شهريا دجاج، لحم، بيض، سمك، مواد غذائية، طحين، 25 مادة أساسية، حمص، عدس، فاصوليا، كل شهر. عفوا سيدنا، كل شهر، وإذا أنا أتحدى يوم من الشهر متأخرة مع الراتب. والبنية اللي بالجامعة تاخذ من عندنا 100 ألف دينار شهريا، واخذت وانطيناهن كل وحدة لابتوب على مود الدراسة مالتهن. يعني المؤسسة الوحيدة قامت بهذا العمل. أنا خليجي مؤسسة يعمل، ما احنا نشك نتشرف منهم، لكن ما عندهم قابلية أن يعمل. يعني لازم يعمل كل احتياجات الأيتام ننطيها. هسه قامت عندنا لجنة نسوية. منو يدعمكم؟ احنا الوكلاء الوحيدين. مؤسستنا عندها مراجع من 7 علماء، السيد السستاني الله يحفظه، السيد صادق الشيرازي الله يحفظه، بشير النجفي، اسحاق الفياض، محمد اليعقوبي، السيد السبزواري، السيد المدرسي، 7 علماء منطينا فتوى نستلم حقوق شرعيه. المؤسسه الوحيده اللي بالعراق نستلم حقوق شرعيه، وفضل من الله هذا. والحمد لله رب العالمين تحت اشراف العلماء. يعني اي شغله نسويها نروح للعالم نسال نريد نسوي فلان شيء، الله وفقنا بهذا العمل نجاح باهر. زين سيدنا، شو كنت بديتوا انتم؟ بدينا من سقوط الصنم، من سقوط صدام حسين، يوم السقوط يعني دخلوا الامريكان سقطوا هاي صدام، احنا فتحنا هاي المؤسسه، فتحنا هذه المؤسسه فضل من الله. الاعداد الاول ما بدينا 40 واحد 50 واحد نزوج، لكن هسه وصلنا لحد بالوجبه 300 واحد، هسه 120 واحد، لان شنو صارت عندنا شروط، اريد الحاضر مالته ما يتجاوز الخمس ملايين، يعني خمسه الحاضر خمسه الغايب، يا اهل يجينا 10 ب 10، ما اريد هاي، اريد مليون بمليون، مليونين بمليون، ابو المليون نعطيه ثلاجه ونعطيه غساله، زائد ان المواد ليش نشجعه للقليل، الله يقول الحظوظ القليله ذات المهور القليل ذات الحظوظ السعيده، انت تكتب 10 ب 10 تقول هذا حبر على ورق، من بدايته يحرم زواجه، انت سوي مليون بمليون، شوف الله شلون يوفقك. هم انت مرتاح، هم الابنيه مرتاح، وتعيشون عيشه سعيده. فابو المهور القليله وطلاب الجامعات احنا ندعمهم دعم كلش قوي. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. الله يحفظكم. سيد فاضل الحسيني رئيس مؤسسه الامام السجاد الخيريه لتزويد الشباب ورعايه الايتام في كربلاء المقدس. صل وسلم على محمد وال محمد. صلي من تسمع عن افضال النبي محمد الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بهذه المناسبة، مناسبة ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام، ونهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام بهذه المناسبة العظيمة. أحسنتم. ما هو رأيكم بهذه المبادرة، مبادرة مؤسسة الإمام السجاد عليه السلام بتزويج الشباب؟ والله هذه المبادرة هي مبادرة خيرة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: من عمل مثقال ذرة خير يره، ومن عمل مثقال ذرة شر يره. فهذا العمل احنا الإنسان البسيط يشوفه فشيء كبير، كيف عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذا عمل كبير، والله سبحانه وتعالى هو اللي يقيمه. ونشكر هذه المؤسسة بهذه المناسبة ومناسبة تزويج الشباب. زين، شلون شفت، شلون من شجعك حتى تجي هاي المؤسسة وتسجل بها؟ والله شجعني هو اولا الظروف الماديه اللي تمر بها الشعب هسه والناس، وخاصه الطبقه الفقيره مثلنا. وشجعتنا الساده، اكو ساده واكو اجلاء في المنطقه يعني يعرفون هذه المؤسسه ويلتقون بناسها ويلتقون بالسيد الفاضل بها، فقالوا لي بادر لهذه المؤسسه، هم راح يساعدونك ويعاونونك على هالشغله هاي، وما قصروا السيد والمؤسسه.
زين حضرتك هسه انت من منبر قناه الامام الحسين، من قناه الامام الحسين توجه ندائك وشجع الشباب حتى يجون يتقدمون لهي المؤسسه؟ اكيد اكيد طبعا، لان الشباب اولا بهاي المرحله هو اكثر الناس، حتى اللي عنده راتب عنده شغل، فعوائل كبيره ما يكفيهم، فشباب يا ما باقي بدون زواج، وهذا اللي ما يقدر على الزواج يبادر لهذه المؤسسه، ما يقصرون السيد والجماعه الموجودين بالمؤسسه. ونشكركم جزيل الشكر اغاتي. بولك صب وذوق شربة، كاس جربة وشوف لب وطيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا شنو رايك بمؤسسه الامام السجاد، وشنو رايك بهاي المبادره اللي قامتها للشباب؟ والله بالبدايه احب اهني العالم الاسلامي والامه الاسلاميه بمناسبه مولد فاطمه الزهراء عليها السلام، ام المؤمنين جمعاء. والله هذه المناسبه يعني فرحه عظيمه لاهالي كربلاء، وخصوصا لهذه الشباب يعني الموجودين هنا. هذه المؤسسه يعني انا اصور من اهم المؤسسات اللي موجوده حاليا بكربلاء. فهذه المؤسسه يعني انا ادعو جميع الاعضاء واصحاب الشان واصحاب يعني ان يدعموا هذه المؤسسه بالشيء يعني المادي والمعنوي وبكل شيء. هذه المؤسسه يعني واني يعني اشوف في المؤسسه انه داعم لهذه الشباب المحتاجه، هذه الشباب يعني جيل المستقبل يعني. فانا يعني ادعو كافه الشباب وكل الاخوه يعني الموجودين. حضرتك ايش قد عمرك؟ انا عمري 23 سنه. شنو اللي خلاك تجي لهاي المؤسسه، مؤسسه الامام السجاد عليه السلام؟ والله حبب اول شيء يعني بالزواج، الزواج شيء يعني جميل وشيء حلو، يعني كل شاب يتمنى هذا الشيء، يعني يكون مؤسسه يكون في شيء يعني حلوه. وحبي لهذه المؤسسه يعني لهذه الشباب يعني دعم لهم وتزويجهم وهذا، فالشيء يعني جميل كلش حلو. زين تنصح الشباب من خلال قناه الامام الحسين الفضائيه تقول لهم يابا تعالوا لهاي المؤسسه، سجلوا اسماءكم حتى لا يفوتكم مثل ما نقول القطار؟ والله يعني ادعو كل شاب يعني كل شاب انه ما تفوت هذه الفرصه الجميله وحضور لهذه المؤسسه يعني باسرع وقت، يعني يسمع صوت عن طريق هذه القناه الجميله الرائعه اللي متواجده على طول بهيك مناسبات وهيك، هذه لا يفوت هذه الفرصه على طول ابدا. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم وشاكرين جهودكم على هذا التواصل معنا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، اهلا بكم. كلمه بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الوقت اللي ندعو الحكومه العراقيه الى تبني هكذا مشاريع وهي مشاريع مباركة تزويج الشباب، احنا نثمن دور هذه المؤسسات اللي هي اليوم دا تقوم بدور يفترض على الحكومة ان تقوم به. ومن ثم هذه المناسبة عملية استثمار المناسبات الدينية، وهذا اليوم المبارك على المسلمين عامة هو ميلاد سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي امنا الزهراء، فبطبيعة الحال استثمار هكذا مناسبة لتزويج هذه الثلة من المؤمنين، وعملية ربط بين الشباب المؤمن وبين عقيدته، باعتبار أن هؤلاء 120 شاب مثلا في هذا الاحتفال المبارك كلهم راح يوم اللي يحتفلون بميلاد زواجهم راح يصادف يوم ولادة أمنا الزهراء. ومن ثم هذا الارتباط المبارك بين ولادة الزهراء سلام الله عليها وبين فرحة الشباب في يوم تزويجهم، هذه انطلاقة مباركة، وأنا أعتقد أن استثمار هكذا مناسبات ربما يجعل الشباب مرتبط بعقيدته ومرتبط بدينه. ومن ثم احنا نبارك هكذا مناسبة وداعمين لكل مؤسسة ولكل مجموعة ولكل ثلة خيرة في دعم هكذا مشاريع. حضرتكم شنو شفتوا بهذه المؤسسة وكيف إن شاء الله تبادرون بهذه المؤسسة؟ بطبيعة الحال هذه مؤسسة سجاد الخير من المؤسسات الفاعلة في كربلاء، لذلك أنا وصفتها أنها كنور الشمس الذي لا يغطيه السحاب. بعض المؤسسات فاعلة جدا ومن ثم بصماتها واضحة على الشباب المؤمن، بصماتها واضحة على طبقة الأيتام، بصماتها واضحة على طبقة الأرامل والمطلقات. ومن ثم بطبيعة الحال كل ما نملك من جهد سواء كان مادي أو معنوي يفترض بنا أن يصف في خدمة هذه المؤسسات. مؤسسات كربلاء يوم مؤدية دور يفترض بالحكومة العراقية أن تؤدي، ومن ثم بطبيعة الحال كل ما نملك من جهد سواء كان على المستوى المادي أو المعنوي هو يسخر لهكذا مؤسسات. إن شاء الله تعتقدون الحكومة العراقية تقوم بهيك المؤسسات؟
يعني المأمول وفق القانون اللي معاد في مجلس النواب العراقي أن تدعم هكذا مؤسسات من خلال توفير بعض المقرات، من خلال توفير بعض المنح، لكن لدينا مشكلة عدم ثقافة هذه المؤسسات بحقوقها اللي يقرها القانون في مجلس النواب العراقي، نفس الوقت التعقيد والروتين الموجود لدى الحكومة العراقية. اليوم لدينا قانون في الدولة العراقية أقره مجلس النواب العراقي يحق لهذه المؤسسات الحصول على قطع أراضي لأجل إقامة المقرات، الحصول على منح مالية، لكن مثل ما أشرت جهل بعض المؤسسات بحقوقها، الروتين القاتل في بعض الدوائر، هذا كله يسبب عدم يعني علاقة عدم انسجام بين المؤسسات وبين الدولة العراقية. البطالة تؤثر على هذه أو تؤثر على الشباب في هذه المسائل؟ بطبيعة الحال أكيد، يعني البطالة أحد الأسباب اللي يؤدي إلى تردي المجتمع، ومن ثم الآن يفترض إيجاد تشريعات للقضاء على هذه البطالة، إيجاد دعم حكومي لأجل إيجاد فرص العمل، أضف إلى ذلك دعم مؤسسات المجتمع المدني. اليوم هذه المؤسسة مباركة تزوج 120 شاب، ممكن الآن لو أرادوا أنه واحد يتزوجوا أكو صعوبة، ومن ثم تقديم الدعم لهذا المؤسسات هو أحد الروافد للقضاء على البطالة. شكرا لكم. الدنيا الجمال. السلام عليكم. ورحمة الله الرحمن. أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العطرة، ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. وأيامكم أغاتي، رحم الله والديك، كل عام وأنتم بخير، ونهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي والمرجعية الرشيدة والعالم الإسلامي بهذه. شنو اليوم شعورك وانت بمؤسسة الامام السجاد عليه السلام، وشنو رايك بهاي المبادرة اللي قامتها هذه المؤسسة؟ والله هي مبادرة كلش جيدة، يعني بالنسبة واتاحت لنا هاي الفرصة، يعني مساعدة يعني انسانية، ويعني اللي ما عنده هو يعني هو يقدم شيء مال بسيط ويزوج، هو الانسان اهم شيء يستر نفسه يعني. زين شو تقدمت للمؤسسه يا يوم، او شنو اللي خلاك تقدم لهاي المؤسسه؟ والله انا طبعا الانسان غير محتاج، فمحتاج وقدمت، اكو يعني ناس اللي بادروا لي بهذه. زين شجع الشباب يجون يقدمون بهاي المؤسسه؟ والله جاي اشجع يعني اللي قاعد ببيتهم او ما قاعد يلقى فد فرصة للزواج، فخلي يجي يقدم للمؤسسة. والله هواي ناس انا اعرف اللي انا من عندي انا اللي ساعدتهم وقلت لهم للمؤسسة يجون، يعني بصراحة واحد ايش. شكرا لك. لا تهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله. إننا في هذا المكان الرحب إذ اجتمعنا عبر دعوة مؤسسة السجاد الخيرية بالمعنى الكامل، التي تشمل جميع ما يمت للخير من صلة، ومنها هذه الحالة هي قضية التزويج. قضية التزويج يعني الإسلام أكد عليها كثيرا ودعا إليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج سنتي، فمن أعرض عن سنتي فليس مني. إننا إذ نبارك لهذه الجمعية الخيرية الطيبة وعلى يد أخينا السيد فاضل وجهوده الكبيرة، إنما نلاحظ ملاحظة كبيرة ونشاطا واسعا ومستمرا وعلى مدى هذه السنين منذ تأسيسها، فهنيئا لهذه الجهود المباركة، ونحن نشد على أيديهم. وبالنسبة إلى أهالي كربلاء ليس بالجديد عليها، إننا منذ الستينات وفي أعمارنا كانت مقتبلة، نعم كانت بين الإنكان والعلماء بكثرة وكان جهودهم موجودة، ولكن حكم الطاقية المقبور جعل أنه القاعد كون صفصفة ورزحنا تحت وطأ تديد، فالآن الجو مفسوح عنا، ولكن الظاهر أنه هذا المجرم الطاغية خلف
ونبدا نشوف ذول الارهابيين اللي دا يحصدون هاي تحديا للارهاب وقمت بهذا. وهي لذه الحياه انه انت تتحدى الباطل، واحنا خلقنا للتحدي وولدنا بالتحدي. ونسال من الله تعالى ان تكون هذه الجمعيه أسوة لجمعيات أخرى. نتأمل من أهالي كربلاء أن يحدوا حذو هذه الجمعية، هو هذا الأساس، لأنه من عمل خير فله أجره، والسنة فله أجره وأجر من عمل. فهذا العمل الخير نتأمل أنه إخواننا في كربلاء أن يستنون بهذه السنة، وهذه هي الحياة، وخير الناس من نفع الناس. أخوكم الحج ياسين القرعاوي، أشكرك حبيبي. محمد البتول شمال ويمين عليه، محمد شأن ما توزن ولا تفطنا، لود عنا دوم لنا لك جنة، روم حصنا به معنى وبه مغنى.